فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أعطينا أخوك الصغير خد ماما إلا يسلموا لك إلا يسلموا يا صباح الخير يا صباح الفل اللي اسمي كل عام وانتم بألف خير يا رب ينعاد عليكم بالصحة والخير والبركة ان شاء الله العيد الجاي يكون متحقق كل امنياتكم وهيك يعم السلام والخير والسكينة على الجميع يا رب. خبروني كيف العيد معكم، نحن هون ما شاء الله يعني بمصر العيد غير شكل، عن جد رجعني 13 سنة لورا وقت كنا بسوريا، ورغم الظروف اللي عم مر فيها النقلة من بلد لبلد والنقلة من بيت لبيت وعدم الاستقرار والشنططة، الأجواء يلي بمصر عم تنسيني الظروف يلي أنا عم مر فيها، فالحمد لله كتير حلو. يعني هون أول يوم العيد مثل ما شفتوا صورت لكم رحنا على صلاة العيد برا، بيعملوها بالجوامع بس ما شاء الله على قد ما كان في عجقة فكمان بيعملوا هيك مصلى برا، بيمدوا مدات هيك بالأرض وبيصلوا برا، قسم للرجال قسم للنساء، بيوزعوا للأولاد ألعاب وسكاكر شوكولا، كتير كتير أجواء حلوة. هون بعد ما يعني صلينا صلاة العيد رحنا على هذا المطعم، ما توقعنا الصراحة فاتحين يعني، بس بما انه في عالم فايقين فرحنا لقيناهم فاتحين، طلبنا هيك معجنات وهون بهذا المطعم كله قطاط، حبيت هيك صور لكم القطاط كيف قاعدين، حتى في قطاط ولدان جديد كتير حلوين ولاد يعني طار عقلهم فيهم. هون باليوم الثاني تاني يوم العيد حبيت ارجيكم تياب ولادي اللي طبقت لهم اياها، ابني الكبير طبقت له الشورت البيج على الكنزة الخضراء تي شورت على قميص ابيض، ابني الصغير شورت ابيض على كنزة عسلي على قميص كحلي، كتير طلعوا حلوين مع بعض الحمد لله اللي جبت لهم صيفي لانه كان الجو يعني مناسب انه يلبسوا هدول التياب. هون رايحين عند قرايبين زوجي عازمين على مطعم، هي العادة ضليت معهم يعني هن من زمان من وقت كانوا بسوريا كان جده لزوجي الله يرحمه كان يعمل هي الشغلة من 20 سنة، يعني كان يعزم بالعيد ياخد مطعم كامل يحجزه ويعزم كل قرايبينه على هذا المطعم ويعايدوا على بعض ويعملوا هيك فعاليات ويعطي العيادي بيحطوا لهم عيادي بظرف لكل عيلة، وضلت هي العادة يعني هو الجد مات ضلت هي العادة اخدين اخوال زوجي، فاخوال زوجي صح انتقلوا من بلد لبلد بس هي العادة ضلوا متمسكين فيها، فشغلة كتير حلوة الصراحة. أخذوا بالمطعم أخذوا هيك طابق كامل وعزمونا كل طاولة لعيلة، يعني مثلا أنا طاولتي أنا وزوجي والولاد، الطاولات التانيين كل عيلة لحال منشان ياخدوا راحتهم، وبعد منا بصير بقى المسابقات للولاد توزيع الهدايا العيادي، بيعملوا هيك مسابقات وفعاليات كتير حلوة بيسألوهم أسئلة بيوزعولهم العيادي، عن جد كتير حبيت هي الفعاليات وكتير حبيت هي العادة اللي هن متمسكين فيها رغم انهم ابوهم توفى الله يرحمه.
خلينا واحد واحد اركان، مين بيعرفون اركان الاسلام؟ اركان الاسلام في مكان أولادي كتير مبسوطين، يعني ما عاطين فرحتهم لحدا بالأجواء، والأولاد اللي من عمرهم يعني عم يلعبوا سوا ينبسطوا، العيادي اللي عم يعطون ياهم مثل ما شايفين مثل ما قلت لكم هي العادة عندهم ياها من زمان، وقت يعزمون على المطعم يحطوا بظرف مصاري عيادي يعني ويعطوا كل عيلة هي الظرف، ولهلأ هي العادة عندهم للأولاد، يعني بيعطوا هذا الظرف للأم والأم بقى يعني بتوزعها للأولاد، فمثل ما شايفين الظرف هيك حاطين فيه عيادي وزعتها لأولادي كتير انبسطوا. هون بعد ما طلعنا من المطعم رحنا على القرايبين زوجي كمان، هيك كملنا السهرة عندهم، كتير كانت الأجواء حلوة، ما عم صوركم كل شيء مشان أنا كمان استمتع يعني بالأجواء. هون ثالث يوم رحنا على مول قريب علينا، هلا هذا المول بمدينتي، بحط لكم رابط الموقع بصندوق الوصف أول تعليق. رحنا نحن وقرايبين زوجي، عندهم أولاد من جيل أولادي فهيك بيلعبوا سوا، فرحنا على هذا المول كان كتير عجقة، في ألعاب جوا بتجنن، بس ما حسنا يعني نستنى الدور على قد ما عجقة، على كل لعبة في ما بعرف كم شخص عم يستنى دوره، فما حسنا يعني صراحة نوقف هون، إن خلص بعد العيد بنجي بنلعب الأولاد بيكون فاضي. فوالله هيك صورت لكم الأجواء هون، يعني الألعاب كتير حلوة الصراحة، في ألعاب للكبار وألعاب للصغار. فقررنا نروح على مول تاني كمان بمدينتي، مو مول هيك، هي بتيجي ساحة كبيرة فيها مطاعم فيها محلات فيها ألعاب فيها هيك شغلات كافيهات، فهيك فيها ألعاب بسيطة الصراحة، هي مو مثل هديك بس انه الاولاد يعني بتنبسط. فوالله رحنا لعبنا الاولاد كمان قرايبين زوجي هيك من جيلي كمان، كتير انبسطنا معهم ولعبنا انا وياهم العاب كتير حلوه. هون صبايا بس خلص العيد، يعني خلص العيد رابع يوم العيد، رحت على بقى البيت بلشت تنظيف، رحت على بيتي لحتى نظف هون المطبخ لانه بدهم يجوا يركبون الخزاين وهيك، فقلت خليني امسح السيراميك هيك يعني يتركب على نظافة، صح هو رح يتوسخ مرة تانية بس هيك بحس يعني براحة نفسية.
بعد ما نظفت المطبخ كلياته تنظيفه راكزه، فوالله جعت طلبنا هيك شاورما، كانت اطيب سندويشه شاورما بعد هيك تعب وجوع. يعني هون رحنا على مول كمان بمدينتي، كمان لسه عجقة، يعني هي رابع يوم العيد ما شاء الله كتير عجقة. هون كمان عم يحضر مباراة، المول كتير حلو بس مثل ما قلت لكم كتير في يعني السيارة بدنا نصفها ما قدرنا، فزوجي استناني برا وانا فتت لحالي انا وولادي. ابني الصغير ما مصمد هيك مصاري، بده يشتري ليجو. طبعا خلص صرتوا تعرفوا ابني الصغير كتير بحب الليجو، كنت بتركيا اشتري له ليجو. هون ما عم بعرف وين المحلات اللي فيها ليجو كذا، فت على هذا المحل هيك في قسم ليجو، بس هو بده سيارة الى 4 دواليب 4 بواب، فما في في طيارات في دبابات في ما بعرف شو، المهم ما كتير عجبه. فقلت له خلص انا رح ادور لك على مكان تاني يكون فيه ليجو، بتروح هونيك بتختار يعني سياره. فوالله طلعنا ما اشتريت له شيء. هون باليوم الخامس رحت على البيت، انا عم ساوي هيك قسم قسم حتى ما اتعب، يعني هون عم ساوي البلكون تبع غرفه النوم تبعي الصغيره. كتير في صبايا قالوا لي ليش ما عم تكبي مي، رششي مي، جيبي بربيش، يعني ساوي شبابيك بالمي. انا ما بحب هي العاده الصراحه، لانه في جيران تحتي بخاف يتضايقوا يكونوا هن مساويين البلكون تبعهم انا نزل المي الوسخه عليهم، ما بحب هي العاده، ما بحب ازعج غيري يعني. مثل ما انا ما بحب حدا يزعجني انه والله اكون مساويه البلور تبعي يجي حدا من فوق يكت علي مي، كتير عادي بشعه يعني، ما بحب عود حالي على هي الشغله، عرفتوا. فهوني وللصراحة هلا شايفين هي الأرض فيها بلوعة، هلا برشلها مي كتير بشع، شطف الأرض ما بعرف البلاطات ما مساويين بنفس المستوى، فالنشافة عم تمشي وما عم تروح المي، نشافة منيحة بس الأرض مو زابطة، هيك حسيت يعني البلاطة نازلة بلاطة طالعة، فوقت عم نشف كتير صعب، فبلاقي المسح والله أسهل لي يعني الصراحة. فلهيك ما بحب اني رشش مي، بعمل كذا وش اسهل لي من رشش المي وانه ازعج غيري. هون رحنا على مول برات مدينتي، تقريبا اخذ معنا الطريق اكثر من نص ساعه، ما بعرف شو اسم المنطقه. انا عم بمشي على الخريطه، مثل ما قلت لكم مصر كتير كبيره، فما بده ابني ليجو، فتحت انه وين في ليجو طلع هذا المول، حط لكم رابطه باول تعليق، عنده قسم خاص ليجو مثل ما شايفين، حتى الاولاد بتقدر تلعب جوا، يعني بتدفعي مصاري تقريبا قالوا لي على الساعه 150 جنيه. وفي ليجو كتير بس المصاري اللي مع ابني اللي صمدهم ما طلعوا على قد السيارة اللي هو بده اياها، السيارة هون حقها شي 6000 جنيه، فما طلع على قده. انا عم علم ابني انه على قد ما بتصمد تجيب العاب، اللي انا بقدر اشتري له اياها، بس انا ما بدي عوده، بدي عوده انه هو من تصميداته هو يشتري لعبة، عرفتوا، بدي اياه هيك يكون مسؤول عن حاله اكتر يعني، ما بدي يكون مدلل وهيك يعني، عرفتوا. انا شو قلت له، اذا بدك للعيد الجاي بتصمد اكثر مصاري بتجيب تشتري، او اذا بدك منفوت على محل تاني منشوف اذا في شيء ارخص من هيك على قد المصاري تبعتك. مثل ما قلت لكم انا عم علمه لابني. فوالله فتنا هذا المول كتير كبير الصراحه، ما شاء الله كتير حلو وفي ماركات كتير، شو ما بدكم بتلاقوا. فتنا على محل تاني ألعاب مثل ما شايفين موجود كل شي عندهم، يعني شغلات غريبة عجيبة صراحة. لقينا والله ليجو، بس مو ماركة ليجو، ماركة تانية أرخص من الليجو، فوالله اختار علبتين سيارات، يعني بدل ما يشتري وحدة من فوق من الليجو، هون بهذا المحل اشترى سيارتين. كيف سعرها هاي؟ يمكن 1000. 2635. 10. أهلين كيفك؟ حلوة.
شو خلاص اتفقنا هاي جبت من هي الكيك، هو ما بعرف شو بيسموه، الكيك الصيني مدري الياباني، المهم كتير طيب. اول مرة بدوقها عن جد تعاد. القطعة الصغيرة حقها 50، الاكبر اغلى وفي اكبر لسه.